مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا بكم إلى عدد جديد من البلاد اليوم، والذي نناقش فيه مواضيع اقتصادية هامة تتعلق بالاقتصاد الوطني الذي سيعرف إقلاعا جديدا سنة 2022، لأن رئيس الجمهورية يؤكد على أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز. نتحدث كذلك عن المنتدى الأعمال والاستثمار الذي انعقد اليوم في اسطنبول تحت رئاسة رئيس الجمهورية الذي يقوم بزيارة لتركيا دامت 3 أيام. إذن هذا اللقاء للمنتدى أسفر عن قرارات هامة. في كلمة لرئيس الجمهورية تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي الجزائري بشكل عام في الوقت الذي تعاني فيه اقتصادية الدول بعض التعثرات نتيجة الظروف الحالية الإقليمية والجيوستراتيجية. ولا ننسى كذلك أن نتحدث عن الراهن الاقتصادي من خلال انخفاض الأسعار في هذه المدة الأخيرة والوفرة. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هل هذا راجع لإجراءات هيكلية أم لأمر ظرفي؟ نتحدث كذلك عن دور المنظمات الاقتصادية في دفع التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار، وكذلك نتحدث عن قانون الاستثمار الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية اليوم بإسهاب، وقال بأن هذا القانون سيفتح آفاق واعدة ويحمي المستثمرين. ونتحدث عن قضايا اقتصادية مختلفة في حلقة البلاد اليوم التي أسعد فيها باستضافة الأستاذ ربعي نصر الدين منير، وهو رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية. مساء الخير سيد الكريم. مرحبا أستاذ، نشكرك على تلبية الدعوة. إذن نبدأ بالمستجد وهو مشاركة رئيس الجمهورية في المنتدى الأخير، منتدى الاستثمار والأعمال أو الأعمال والاستثمار الجزائري التركي. إذن الشراكة التركية الاقتصادية الجزائرية مهمة جدا، واليوم رئيس الجمهورية أكد عليها. ماذا نستفيد في هكذا لقاءات اقتصادية مع المستثمرين أتراك؟ بالنسبة للشراكة الجزائرية التركية، كانت يعني تركيا منذ 15 سنة كانوا عدة مؤسسات توجه للجزائر استثمار مباشر في الجزائر بالشراكة أو استثمارات مباشرة. كان الاستثمارات كان في مجال البناء يعني كانت بنسبة كبيرة، في مجال الصناعة التحويلية وفي مجال الفلاحة بنسبة قليلة، ما عدا يعني زوكربير لما شاركوش فيهم. احنا كنا منذ سنوات في لقاءات مع السفير يعني هنا في السفير التركي سابقا في الجزائر، كنا شفنا بلي ما كانش غرفة تجارية مشتركة سابقا، وكنا حاولنا نتواصلوا مع منظمات تركية باش يكون عندنا علاقات تجارية نقدر ننظموا وفود تجارية جينا من تركيا ومن الجزائر كذلك تروح لثم. حاليا نشوفوا بلي الوضع العالمي والاقتصادي العالمي والتكتلات اللي رانا نشوفوا فيها. القمة الجزائرية التركية جت في وقتها، يعني بالنسبة لنا القوة التركية حاليا قوة عندها قوة اقتصادية كبيرة، يمكن رغم انهم راهم متواجدين في الجزائر راح يكملوا باستمرار. استاذ ربعي، لانه حجم التبادل التجاري 5 مليار دولار، نعم. رئيس الجمهوريه قال من المنتظر ان نصل الى 10 ملايير دولار. انت استاذ المتابع والمهتم بالتنميه الاقتصاديه، نعم. مش الامور اللي تخلينا نلحقوا ال 10 ملايير باش نلحقوا؟ لازم يكونوا استثمارات مباشره. يعني الاتراك مؤخرا احنا خدمنا على 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 على, 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 على كامل البلدان وخاصه الترك اللي دولة نامية ويعني نسبة النمو فيها بان مؤخرا. كنا حاولنا يعني منذ 2018 وين انشأنا ان فوروم دي زون دافير ارجيرو تيرك برجال اعمال اتراك مقيمين هنا في الجزائر، يعني الاستثمار تاعهم في الجزائر ماشي مقيمين في تركيا، وكان هذاك ما تفعلش انا ذاك في الوقت هذاك. اليوم انشئت الغرفة التجارية الجزائرية التركية، والحمد لله اللي عندنا بعض الدول اللي ما عندناش يعني عندنا غير الاستيراد من عندهم وما كانش وكان غرفه مشتركه. سيد ربعي، يعني نشوف باللي انك يعني مركز كثيرا على الغرفه التجاره التركيه الجزائري، ما هو المتوقع يعني المتوقع منها واش هي هذه الغرفه؟ الغرفه المشتركه يعني الغرفه المشتركه الجزائريه التركيه تسهل بزاف امور. احنا عندنا علاقات مع منظمات في تركيا، يعني شراكه يمكن نبعثوا لهم يعني مستثمرين من اجل اقتناء العتاد الصناعي، يمكن هم يجوا يحوسوا على استثمارات في الجزائر. لكن العلاقات بين الغرفه والغرفه راح تكون استمراريه ويكون تشارك ببرنامج تنمية بيناتهم وعرض المستثمرين يعني الجزائر من خلال الغرفه
راح تنظم عدة لقاءات، والغرفة فيها جزء منها يعني تاع الدولة، يعني منصب من عند الدولة وعندها برنامج تاع الدولة. وفي كل العالم الغرف التجارية والصناعية عندها تلعب دور كبير في هذا الأمر. والغرفة بما أنه اليوم ضاو على الغرفة المشتركة راح يكون عندها مستقبل واعد، وراح نشاركوا في هذا الجانب مع الغرفة الجزائرية. سيد ربيع سنتكلم عن دور منظمتكم، ولكن نبقى في الاستثمار والرجال والمال اللي كان اليوم في اسطنبول والكلمة تاع رئيس الجمهورية، لأنه قال في أنه تشجيع المستثمرين اليوم قانون الاستثمار الجاي إن شاء الله اللي سيكون خلال مجلس وزراء خاص في 19 مارس أي يوم الخميس، قال سنشجع المستثمرين حتى ننتقل من الإنتاج إلى التصدير. كيف ذلك؟ نعم، القانون الاستثمار حسب المسودة يعني اللي راهي متواجدة على مستوى الإعلام اللي راهي نشوفوها، لأن ما كانش وثيقة رسمية لحد الساعة. احنا كان عندنا بعض الاستشارات من عند وزارة الصناعة يعني في بعض المواضيع اللي اعطينا رأينا فيهم منذ أشهر، لكن يعني المسودة النهائية ما عدناش. أنا نتكلم بشكل على المسودة اللي بتروح على الساحة على مستوى الإعلام. هذا فيها عدة امتيازات. المستثمر الأجنبي عنده أمود داكتيفيتي في البلدان اللي راه متواجد فيها، عنده الرقمنة هي أساس، الرقمنة هي أساس التعامل الاقتصادي، عنده التسهيلات، ما عندوش بيروقراطية، ما عندوش أمور تعاقدية، ما يروحش لعشرين إدارة، يتوجه المكان واحد. قانون الاستثمار قانون الاستثمار حقق هذه الأمور، حق الشباك الموحد بالنسبة للمستثمر الأجنبي اللي عنده شباك على مستوى لندن اللي راح يفتح، راح من خلاله يفتح له كامل اللي موقع له الاستثمار تاعو في اي ولايه موقع، يسهل له امور تاع الاجراءات القانونيه حتى يبدا المشروع تاعو كل الاجراءات. وبالنسبه للمستثمر المحلي نفس الشيء، راح عنده ديغيشي يونيك في كل ولايه اللي راح من خلالها يحط البرنامج تاعو. والاحسن في شيء في هذا يعني كاين ملفات اللي حطيناهم كمستثمرين منذ سنين ما عندنا لي رد ايجابي ولا رد سلبي. يقول لك القانون يقول لك حسب دائما المسوده اللي على المتونه يقول باللي عندهم أموا يعني شهر لازم يرجعوا بالإيجاب أو بالسلب. السيد رئيس الجمهورية تحدث أمام الأتراك على موضوع الجزائر بخصوص الاستثمار، وقال أنه هذا القانون الجاي اللي راح يكون يعني في الأسابيع القادمة هو قطع طريق أمام الممارسات السابقة التي عرقلت الاستثمار. أنت كمستثمر وكنت يعني عايشت فترة من الفترات، وش كاين يعني وش اللي كنتوا تعانوا منه بشكل يعني رهيب؟ رجل الأعمال يعني المستثمر الأجنبي ما كانش يجيب رأس المال، كان يجي للجزائر ويعني ياخذ قروض بنكيه من الجزائر ويأسس الشركه اجنبي ويدي الدرام تاع الجزائر الان احنا المستثمرين اللي نجيبوهم للجزائر، المستثمرين الكبار اللي نديروا لهم في البرنامج باش يدخلوا في الجزائر، ويعني طرحنا المؤسسات الجزائريه المؤسسات الرسميه المشاريع تاعهم والاخرين على اساس باللي احنا اول شرط نشرطوه له اسك تدخل راس المال تاعك للجزائر. اذا دخل راس المال مرحبا بك، اذا ما دخلش راس المال ما نقدروش يعني نستقبلوه في الجزائر. هذا هو الاساس اللي يهضر به رئيس الجمهوريه، استقطاب برؤوس الأموال وندخلوهم هنا ويستمثلوهم هنا برؤوس أموالهم. هذا الاستثمار أجنبي، نتكلم على الاستثمار الداخلي وأنت من بين رجال أعمال في هذا المجال. أستاذ ربيع، يعني وش اللي تطلبوا أنتم في قانون الاستثمار باش تحققوا ثروة وكذلك مناصب الشغل؟ لأنه المواطن يتبع فينا ما يهموش ربيع كإنسان، يهمه كمؤسسة. نعم، استفاد نعم منه. نعم، احنا كنا منذ اوت 2020 وين رئيس الجمهوريه كان دار لقاء تاع الانعاش الاقتصادي انذاك، وين شاركنا في كل ورشات يعني تاع الفلاحه تاع البنوك وليزاسيغونس تاع القطاع الصناعي كاع القطاعات، شاركنا كاع في الورشات وكنا مدينا اقتراحات تاعنا انذاك وخرجنا بلي ريكومونداسيون يعني مع كاع الشركاء اللي كانوا التوصيات اللي كانوا معنا يعني الشركاء اللي كانوا معنا. وهذوك التوصيات انا نشوفوا التحقيق تاعهم، انا يعني الذوق راني نشوفوا في هذوك التوصيات راهم يتحققوا تدريجيا. وين وصلنا اليوم، وين وصلنا، وين قانون الاستثمار راهو نهائيا يعني كان فيه تحفظ من طرف رئيس الجمهوريه في الاجتماع السابق، لكن حاليا راح ان شاء الله في 19 في الشهر يمكن يعني يكون التزكيه تاعو يجوز البرلمان ومجلس الامه. نشوفوا بلي شهر جوان يعني راح تاكد راح يكون يعني نوصل التطبيق تاعو. هذا راح يخلينا في مواجهه في امه يعني تكون عندنا. احنا كنا في لقاءات وين يكونوا كاين عدة سفراء يطرحوا لنا يعني المشكل مشاكل تاع الوضع الاستثمار في الجزائر راه مغلوق وما قدرناش نستثمروا ماهوش امور واضحه. لكن بعد صدور قانون الاستثمار هو عندنا الحجة باش كذلك الكرة في مرماكم أستاذ ربيع، لكن نعم. المواطن الشاب اللي خرج من الجامعة وبطال ينظر لكم، رب العائلة اللي عنده عائلة ودخله ضعيف ينظر لكم،
انتم بماذا تقابلون هذا الخير اللي تعطيكم الدوله لانها تعاود قانون الاستثمار، تسهل الوضع، تفتح الشباك الموحد الى غير ذلك، انتم واش تمدوا لها؟ واش المقابل من عندكم؟ احنا نقول كرئيس منظمه يعني راهي تجمع رجال الاعمال في الجزائر، ويعني ما من الجزائر كان في الخارج، راهم كاينين مكاتب في الخارج منضمين معنا. احنا نقولوا باللي كنا في وضع بيروقراطي، في وضع في يعني قبل 2019 وقبل 2020 كنا في وضع يعني كارثي، كان المستثمر مبتز من طرف يعني بعض الاشخاص في الاداره، يعني حاشا ما نقولوا ماش نتكلموا على كامل الناس، بعض الاوهام والاثبات يعني كان الناس هم في المحاكم راهم موسين. احنا دوكا رانا نشوفوا في رانا نشاركوا في نشاركوا في 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 الوضع. كنا كانك تحدثت على الانعاش الاقتصادي اللي ندار في اوت 2020، شاركنا في الانعاش الصناعي في نهايه سنه 2021، شاركنا في المنظومه الصحيه يعني فيما بالقطاع الخاص في نهايه 2021. يعني كان قطاعات اللي دات يعني استراتيجي واعاده الريفورم، يعني اعاده هيكله القوانين اللي تعمل بها القطاعات الوزاريه، وحنا مشاركين فيها، وعندنا اعضاء يعني ممثلين تاعنا في الكناس في المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي. هذا يعني حاجه تشرف على المنظمه، رانا نشاركوا في في في, في الاراء رئاسه الجمهوريه، وهذه حاجه تشرفنا. احنا نشوفوا روحنا باللي بالنسبه للاستثمار حاليا يعني بعد 2019، وخاصه كاين يعني تعليمات تاع وزاره الصناعه يعني منذ يومين، كنت تلقيت مكالمات هاتفيه من اغلب الولايات تاع المستثمرين اللي دارت لي شان دو برودكسيون رونوفي باش يدخلوا لي شان دو برودكسيون رونوفي و سون تاكس دوانيير و سون تي فيا، يعني بدون رسوم جمركيه، بدون رسوم جمركيه وبدون القيمه المضافه. يعني هذه حاجه راح تحفز بزاف، يعني راح يكون عندنا بزاف مؤسسات اللي راح تنشا في هذه الفتره. رئيس الجمهوريه تحدث عن الممارسات السابقه، ومن بين الممارسات السابقه كانوا عندنا ربما رجال مال وليس رجال اعمال. في الظرف الحالي لما الجزائر تتحدث او رئيس الجمهوريه قال الجزائر الجديده هي جزائر شفافيه، في ظل هذه التصورات وهذه المناظير الجديده والمنظورات الجديده، كيف تتوقع يكون رجل الاعمال اليوم؟ هل نبقاو نخدموا بالسيستم القديم؟ قال راجل المال يروح يجزل الخزينه يدير دراهم يدير مشروع والخزينه تعوض. كيف التصور نتاعك تاع رجل الاعمال حقيقي يخلق مناصب الشغل ويخلق ثروه؟ لا احنا في هذه احنا شاركنا في الحراك، يعني كرجال اعمال، كمؤسسات نقابيه، يعني منظمه باترونا شاركنا في الحراك كمواطنين جزائريين، وكنا حابين التغيير لان كنا ضحايا تاع يعني تاع الاداره السابقه تاع المنظومه اللي كانت سابقا. احنا الحال الان رجل الاعمال راه يوظف في العمال، راه يوظف لي سوتريتون يخدموا معاه، راه يخلص لي تاكس دامبو تاعو، راه يخلص الايجار تاعو، يعني راه يشارك في التنميه على المستوى المحلي، على المستوى المحلي، يعني راه جزائري، راه من وسط. احنا حاليا نحوسوا ان كليما دافير يعني يكون مريح، مناخ اعمال مريح مناخ اعمال يكون مريح، هذا هو المطلوب. وفي العالم كومبلي يعني في العالم كامل يكريوا مناخ اعمال، يعني يصنعوا مناخ اعمال مستقر، القوانين مستقره، ورئيس الجمهوريه يعني في قانون الاستثمار قال بلي يكون مدة 10 سنين دائما يتغير 10 سنين، هذه الاستابيليتي هذه راح تشجع المستثمر الجزائري والمستثمر الاجنبي. المستثمر الاجنبي كان خايف يعني بعد سنتين يكون عنده التحفيزات اللي كانت اليوم بعد سنتين تروح، ولا بعد 4 سنوات، ولا بعد 5 سنوات، ولا بعد 6 سنوات. هذه الاستمرارية تاع 10 سنين راح تمد استقرار، بعد 10 سنين يكون منظومة اقتصادية عالمية جديدة، لازم احنا نعاودوا قوانين اللي تأقلموا معها. لكن في 10 سنين هذو راح يكون تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. السيد ربعي، تعرف أنه الاقتصاد يمشي بمحركات معينة وفي الأطر كذلك، لأن الإطار هو مهم. نعرف نسمع باللي أنه فيه منظمات كثيرة اقتصادية في البناء، في القطاعات اقتصادية بغير ذلك، ولكن ربما هذا التنوع بما فيه المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية. أنتم تأسستوا تقريبا منذ 4 سنوات أو أقل، ماذا تريدون من هذه المنظمة؟ هل هي شعار؟ هل هي عندها تصور باش توفر الاقتصاد الجيد للجزائر؟ لا، احنا في العالم يعني في كل العالم كان تكون منظمات يعني لحماية رجال الأعمال ولتوجيه رجال الأعمال. احنا في المنظمة تاعنا أننا تجمع رجال الأعمال والإطارات تاع المؤسسات الاقتصادية والخبراء والصحفيين في مجال الصحافة، هذو هما الصحافة الاقتصادية اقصد طبعا.
هذا المجموعة هذه يعني في يكون عندك أعضاء من البنوك، أعضاء من المؤسسات الأخرى الاقتصادية، يكون رجل أعمال. احنا عندنا لقاءات وين يكون في أي لجنة وطنية عندنا يكون رجل أعمال ويكون خبير، ويكون يعني رجل أعمال يعطي الواقع تاعو واش صاري، الخبير راه يدرس في الواقع هذاك، ونخرجوا بتوصيات اللي جان على مستوى البرلمان وعلى مستوى مجلس الأمة واقتراحات الوزارات القطاعات الوزارية. يعني يكون عمل بين الواقع والخبير، يعني بين في المنظمه تاعكم مش كاين، مش موجود يعني من مدى تتكون يعني؟ لا، متكونه من مكتب وطني، ومن متكونه من 20 لجنه وطنيه، متكونه احنا على متواجدين على مستوى 32 ولايه، وعندنا مكاتب في الخارج في اوروبا في كندا، وعندنا متواجدين على 3 بلدان افريقيه. انا نقول باللي احنا درنا التغيير على مستوى المنظمه يعني بعد الحراك. ما كنتش رئيس انا سابقا، ويعني كنت عندي انتخاب كرئيس بعد الحراك. يعني كل المؤسسات دارت انتفاضه داخليه وكانت تحب التغيير، وهكذا نفس الشيء بالنسبه للمنظمه تاعنا. درنا تغيير ودرنا اشخاص اللي يعني يقدروا يسيروا المرحله اللي راهي فيها، وناس يعني اللي يقدروا يخدموا، وفيها المكاتب تاع الخارج راهم نخدموا سير لو بلون تاع ليكسبورطاسيون، يعني نجيبوا شركات يحوسوا على المنتوج الوطني. ما نستناوش يعني غير يكون عندنا ان فوروم ولا رونكون، سورتو في الجائحه اللي فاتت هذه لمده سنتين، وزاد الحرب تاع روسيا واوكرانيا اثرت على الاقتصاد، ويعني كاين ان اوغمونطاسيون دو بري اللي راهي كبيره، ارتفاع اسعار اللي راهي كبيره. كاين الشحن السلع من الصين واثر، يعني راه ضعف على اربع خطرات، يعني اربع مرات. هذا القيمه راهي اثرت على يعني تجيب ان ماشين مثلا قيمة الشحن تروح أكثر من وسمو، غالية أكثر من ثمن الآلة، نقص بزاف وسمو. هذا القانون تاع اللي صدر على المرسوم اللي صدر على مستوى وزارة الصناعة راح يحفز بزاف الناس. يعني دوك الناس راهم اليوم، كنت عندكم هنا وين تلقيت 1000 مكالمة من عند رجال أعمال كبار في الجزائر، اللي كانوا يقولوا لي احنا حابين نعرفوا الكاي تشارج، يعني واش فيه، واش يسمح لنا القانون ندخلوا، واش الآلات رونوفي، صدر لي شان دو برودكسيون رونوفي. هذا راح يحفز بزاف باش يكري شركات يعني في اقرب وقت. ربعي انت رئيس المنظمه الوطنيه للتنميه الاقتصاديه، نروح مع الجزء الثاني او الشطر الثاني في برنامجكم. ما هي التنميه عندكم؟ ما هو تنميه الاقتصاد؟ كيف تراوه انتم يعني؟ واش هو برنامجكم؟ لا، احنا عندنا برنامج سنوي اللي نديروا فيه يعني فعاليات وطنيه وفعاليات دوليه. عندنا مؤتمر اللي راح نديروه في نهايه السنه بين 12 و 13 ديسمبر او نيفو دو سي سي، اللي يكون مؤتمر دولي. وعندنا فعاليات يعني وطنيه ريجيونال في الصحراء وفي الجنوب في الشرق وفي الغرب وفي الوسط. وحنا عندنا اللجان الوطنيه تاعنا، لجان مختصه يعني في مجال البيئي والطاقه المتجدده، عندنا في مجال التجاره، عندنا يعني تنتبعوا قطاعات وزاريه ونتبعوا لا ستركتور اللي تكزيست، يعني باش ندخلوا في على حساب النظام، على حساب المنظومه اللي تمشي الاقتصاديه، ما نروحوش نخالفوها ونتعبوا، نمشوا معها باقتراحاتنا. يعني كي يصدر مرسوم من عند وزاره التجاره ولا من وزاره الصناعه ولا، احنا دائما ندخلوا بتوجيهات، اللجنه تجتمع تعطي رايها، نبعثوا للوزاره، نبعثوا للوزير الاول، نبعثوا لرئاسه الجمهوريه، نبعثوا للكناس لو كونسي المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي البيئي، نبعثوا لهم دي ريكومونداسيون سير، باسكو عندنا اعضاء منضمين للمجلس. يعني دائما مشاركين في مجال الشراكة الاقتصادية الأجنبية لأنها مهمة جدا. هل عندكم اتفاقيات؟ وبالتالي ربما حتى قانون الاستثمار هذا لما يوجد يلقاكم انتم واجدين، عندكم شراكة دولية مع مختلف الدول الأجنبية. لا، انا منذ يومين يعني مضيت اتفاقية شراكة مع مجموعة الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة. هذا المجموعة اللي متكونة من اكثر من 69 دولة، فيها دول كبرى من ماليزيا، اندونيسيا، تركيا، العربية السعودية هي أقوى دول عربية يعني من جانب الاقتصاد، الكويت، كل الدول العربية، وفيها بعض الدول الإفريقية مثل النيجر، مثل تشاد، مثل نيجيريا، مثل موريتانيا، مثل السنغال. يعني هذو كامل داخلين. الجزائر يعني للاسف ما انضمتش لهذا لحد الان. انا كنت نظمت لقاء بين رئيس الامين العام للغرف الاسلاميه والسيد رئيس الغرفه، لقاء تعارف يعني فقط من اجل التعارف.
وكان يعني يشرح له الدول اللي تلعبوا الغرفه، وعندهم بنوك يعني متعاقدين مع البنوك الاسلاميه في تركيا وفي السودان وفي في الدول العربيه اللي راح يمونوا في المشاريع الزراعيه في الدول الافريقيه، وحنا نقدروا نستفادوا منها كثيرا. يعني انا ندخلوا في تكتلات، منذ يومين كنت مع المجلس العربي الأسمدة، يعني مؤسسه تابعه للجامعه العربيه، وهي عندها 5 شركات منضمه من الجزائر، والبريزونت كونسي رئيس المجلس الاداره تاعها السيد المدير العام لأسميدال. كنت لقيت مع الامين العام هنا في الوراسي، واتفقنا بلي نروحوا عندهم لمصر ونمضوا اتفاقيه شراكه بيننا وبين المجلس هذا. هذا مجلس الاسمده اللي احنا في الجانب الزراعي اللي عندنا، يعني الدوله عندها استراتيجيه الاكتفاء الذاتي، يعني انتاج الحبوب وانتاج المواد الزراعيه، ترافقها هذه المواد تاع الاسمده والمواد هذه اللي مصنوعه. احنا عندنا يعني 5 شركات تنتج في هذا الشيء، واكبر شركه هي شركه اسميدال، لكن يمكن ندخلوا القطاع الخاص بقوه في هذا الشيء اللي رانا رايحين لعندهم باش نشوف يمكن يكون عندنا اقتراحات، يعني ندخلوا من جانبها باش نديروا شركات في هذا المجال. وصلت الفكره. السيد ربعي، منذ قليل تقريبا في السؤال الذي قبل الاخير، يعني في اجابتك كنت تتحدث على انه الاسعار في مختلف دول العالم ارتفعت، لكن نعم. المفارقه في الجزائر انه تقريبا هذه الايام الاخيره فيه وفره وفيه انخفاض لبعض اسعار المواد الغذائيه، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل من المستهلك ومن الاقتصادي ومن الصحفي، الذي سيكون بعد فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نستكمل حلقة البلاد اليوم لنجيب عن سؤال الوفرة وانخفاض بعض الأسعار، هل هي إجراءات هيكلية أم بكم من جديد مشاهدينا الكرام لاستكمال الجزء الأخير من حلقة البلاد اليوم، والتي دائما نطرح فيها أسئلة مهمة. سؤال اليوم: الوفرة وانخفاض بعض الأسعار المواد الغذائية، هل هي لإجراءات هيكلية أم أن الأمر ظرفي؟ ناهيك عن أسئلة أخرى تتعلق بقانون الاستثمار الذي ربما سيكون المحطة الفعالة في تاريخ الاقتصاد الوطني، لأنه سيحرر الاقتصاد ويحرر كذلك المبادرة من المستثمرين. مشاهدينا الكرام، دائما يجيب على هذه الأسئلة والنقاشات معي في البلاطو الأستاذ ربعي نصر الدين منير، وهو رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية. أهلا بك من جديد أستاذ. شكرا أستاذ. إذن السؤال الذي طرحناه قبل الفاصل حول هذه المواد الغذائية، تعرف أنه في وقت من الأوقات حتى نعم. في شهر رمضان، يعني باش تأخذ قارورة زيت تحتاج إلى معارف كبيرة وربما لا تجدها. ناهيك عن الأسعار في مختلف المواد الغذائية، ارتفاع البطاطا لحقت 150 دينار 15000 بالسنتيم إلى غير ذلك، ولكن من فينة وأخرى لقينا في هذا الأسبوع وقبلها بأيام هذا الانخفاض وهذه الوفرة. كيف يعلق ربعي رئيس المنظمة الوطنية على هذا الموضوع؟ يعني في مجال المواد الغذائية يعني يمكن يكون كان يعني كان استابيليتي يعني في ليبري، وين استقرت ليبري تاعهم، واليوم شفت يعني يعني في مارشي دو غرو سوق جمله الروبورتاج يوم صباح كنت في المكتب، شفت بلي كاين انهيار في الاسعار، يعني دخلت السلعه اكثر من وزنها. القانون فيهاش الانهيار، كان انهيار يعني هبط تحت القيمه، يعني مش من الماده يعني كي تشوف ماده ب 30 دينار يعني في سوق الجمله 40 دينار. المواد الغذائيه مواد يعني الخضر الخضر نحكوا على الخضر، وين يعني كان يعني الاخر تاعهم هابط تحت، يعني يمكن الفلاح ما جابش يعني ميم باناسيب تاع الانتاج تاعو، يعني هو صرف على الاخر تاعو. انا نشوف باللي كان يعني الناس كامل خدمت ودخلت، كان وفره في وسبو في السوق في المنتوج. انا نشوف باللي ظرف يعني لازم تكون عندنا استراتيجيه انا الوفره في جزء من الاجزاء. نعم ربعي، احنا حتى نخلق نقاش يعني. نعم. لما تقول وفره الزيت كيفاش جات الوفره؟ الزيت كان عندنا بروبليم، يعني كان عندنا مشكل في التهريب، يعني هذا مشكل معروف، ويعني الزيت الجزائري تغطي كامل دول الجوار، هذا شيء معروف يعني، وكانت الدولة أخذته بعين الاعتبار، ونهار الدولة يعني حبت توقف هذا الشيء حبسته يعني بنسبة، أنا حسبته بنسبة يعني بلك 50% أو 60% أو 70%. سميد مشكلة سميد يعني. أنا عندي أكبر شركة، يعني أغلب الشركات اللي راهم يعني في إنتاج تاع المادة هذه راهم معايا، اللي عندهم كان عندهم مشاكل سابقا هما تاع الفارينة، وكانوا في واحد الوضع وين دخلنا احنا وعطينا راينا يعني في الموضوع. كان مشكل التوزيع، يعني كانت كاينه بريسيون شويه عليهم في يعني في ستوك، واش دخل واش الاخر، يعني ماده مدعمه من حق الدوله باش راقبها، وصرا مونطوندي يعني في طريقه اضطربوا هما، يعني خافوا شويه ولاو يخافوا باش يخرجوا
يخرجوا المنتوج الاخرين، اسرائيل تطالب بالتوزيع، دوك راه يعني كل شيء ترجع دائما عرض وطالب بالنسبه لك. لا عرض طالب، لكن في ماده سميد كان كان كاين كان كاين يعني المنتوج ما كانش يخرج بالنسبه اللي كانت مبرمجه. بالنسبه للحوم البيضاء، انخفاض الدجاج معتبر، الناس كامل تبع فيها، فيه تقارير نحن في قناه البلاد في نشرات الاخبار، درنا شحال من روبورتاج حول هذه الماده، لحقت حتى 200 دينار اللي هي 20000. كيف يفسر ربعي هذا الوضع؟ احنا بالنسبه لهذه الماده احنا كنا ناقشنا يعني منتجين مباشره، درنا معهم اجتماع، درنا معهم رئيس اللجنه، ماشي انا اللي تلاقيت معهم، ما كنتش هنا، تلاقى معهم رئيس اللجنه، كان عندهم مشكل في يعني الماده زادت السعر تاعها، الماده يعني الاكل تاع نتاع الدجاج تاعهم كان زاد قضيه العام يعني قضيه لان الاعلاف يعني الماده اللي غضوا بها الاخر كان السعر تاعها ضعف، كان يعني واش يخدم صدير هو شرا ان برودوي شرا في شرا ماده الاخرى صغيره، زاد الماكوله تاعها، المنتوج هذا كيحسب القيمه تاعو زاد السعر. دوك نقولوا بلي السعر هبط اليوم، احنا متفاجئين بهذا الاخرى، وحاجه مليحه للمستهلك ان شاء الله تبارك الدوم. احنا نقولوا لازم يكون عندنا نظام، لازم الغرف يخدموا الواجب تاعهم، وزاره الفلاحه لازم تكون واقفه على الشيء هذا، لازم يدعموا المنتجين، ويكون كاين في كل ولايه يعني يوقفوا معاهم، يعني كاين الناس اللي عندهم ديزون ما خدموش في الكوفيد، يعني عندهم عامين ما خدموش، الفو لازم نروحوا ناسيستيوهم، الا بغات الدوله تدعمهم بالماده الاوليه ويعطيوهم اون فورم دو كريدي سون انتيري، ويخليه يخدم، يخليه يخدم، باش هذا هو الاستقرار، الاستقرار بالانتاج، مش الاستقرار يكون مؤقت، يعني فتره تاع شهر نكونوا نضحكوا ونكونوا بها، يعني البرودوي راه ديسبونيبل المواطن البسيط، بعد شهر نعاودوا نولوا اونغمونطاسيون كيما اللي كانت، يعني تشوف المواطن لابي تاعو ما تكفيش ما مام 15 جو الاولى باش يكمل. استاذ ربعي قلت بانه هذا الامر مشجع ويعني يفرح المستهلك، ولكن المنتج كذلك عنده خسائر، كيف اليوم لازم نخمم انه نحمي هذا الفلاح، نحمي هذا المستثمر، نحمي هذا العامل، وكذلك نوفر اسعار منخفضه بالنسبه للمستهلك. لازم استراتيجيه في وزاره الفلاحه ووزاره التجاره، يعني وزاره التجاره مربوطه بوزاره الفلاحه، يعني الفلاح هذا راه يتعامل مع زوج وزارات، يتعامل مع وزاره الفلاحه مباشره ويتعاون مع وزاره التجاره، ولازم الفلاح حاليا لازم له قوانين يعني اللي تحميه، لازم له قوانين باسكو قبل ما نروحوا للفلاحه، لان عندنا محور تاع الفلاحه استاذ. نعم. ربعي نبقاو في هذا الامر، كيف نوفق بين انه واحد يحافظ على الانتاج تاعو ما يخسرش ثاني، هذا. نعم. الفلاح ما يخسرش، وكذلك المستهلك ما يشريش حاجه غاليه. لا هي استراتيجيه، يعني مع لوغمونطاسيون اللي كانت مقبل الفلاحين راحوا نحاول المنتوج تاعهم ودخلوا كامل للسوق في نفس الوقت اللي الناس كانت تحسب يعني السومه راهي ستابل، زيد انا نصبر شويه الاسبوع القادم باش ندخل يعني البرودكسيون تاعي المنتوج تاعي ندخلوا للسوق، دخلوا كامل للسوق، راه كنشوفوا بلي ستابيليتي كاينه، يعني انا راضيين بالاسعار. شوف يعني ربعي انه السوق مغرق، انا نشوف المنتجات السوق فقط. السوق راه مشبع يعني مشبع مؤقتا بهذا الاخرى. لازم يكون عندنا استراتيجيه الانتاج يكون متواصل في كل يعني هل تتوقع انه هذا الارتفاع او الانخفاض في الاسعار والوفره ظرفي فقط؟ يعني انا تكلمت مع الاطارات يعني في وزاره الفلاحه على الامر هذا، وتكلمت مع خبراء، وتكلمت مع الغرفه يعني الغرفه الوطنيه للفلاحه مع اطارات فيها كذلك، وشفنا باللي يعني من خلال واش شفت معهم كامل نشوف باللي يعني لازمنا استراتيجيه تاع مرافقه الفلاح. الفلاح هذا العالم كامل مع الحروب، الهند منذ يومين او ثلاث ايام وقفت تصدير القمح، ثاني بلد اكبر بلد مصدر. هذا يطرح سؤال بعد نعطيك سؤال عليه استاذ. نعم اكبر بلد مصدر يوقف تصدير القمح، هذا العالم كامل ويخدم على الامر هذا، على الاكتفاء الذاتي في يعني في مجال التغذيه ومجال الامور الاستراتيجيه تاعو، لازم نعملوا عليه، ولازم في قانون الاستثمار هذا لازم يكون حمايه للمنتوج الوطني وتدعيم الدولة، لازم مرافقة المؤسسات في هذا الأمر. كيفاش يعني قبل ما نروحوا من هذا الجزء، ما هي الاستراتيجية لازم توضع من طرف الدولة سواء الفلاحة والتجارة حتى نبقاو على هذا الوضع، وأقل يعني احنا نتمناو انه الدجاج يوصل ل 10000، لماذا حتى يعني، ولكن كيف نديروا استراتيجية باش نحافظوا على الوفرة وعلى انخفاض الأسعار؟ حتى إذا كان كاين إنتاج يمكن يوصل ل 10000 يمكن يوصل أقل من 10000، كيكون كاين قوة يعني إنتاج بقوة كبيرة راح يكون السعر منخفض، مستحيل باش يكون السعر كاين عرض وكاين طلبها وباين طلب النسبة تاعو شحال والعرض يكون كاين، السعر يكون مستقر.
احنا عندنا مساحه شاسعه في الصحراء اللي يعني بداو صافي دوزهم اللي بداو لا ديستريبيسيون تاع لي كونسيسيون هادو 200 قطار 100 قطار وكاين اغلب المساحات هذو ماهوش مستغله لحد الان. احنا نطلبوا من الدوله الجزائريه باش تدخل حاليا لتسويه الوضعيه تاع الملفات تاع الناس هذو ويشوفوا السبب الا الانسان يخدم الا عنده مشكل بيروقراطي ان نحوج البيروقراطيه ويدخل الانسان في الانتاج تاعو ولا ما عنده حتى مشكل وما بداش الانتاج نشوفوا شخص واحد داخل اللي يقدر يدخل. احنا كاين دول من بين الاقتراحات يعني السفراء اللي نزوروهم كاين بعض الدول اللي يقول لك نجي نخدم عندك شوف لي اراضي فلاحيه بالوفات الهكتارات نقدر نجيب مزارعين من عندي شركه كبرى يعني من عندي يديروا الانتاج. يقول لك عندي شرط واحد نيكسبورتي 50% من البرودوي تاعي لبلادي ونخليكم 50% لا كونسوماسيون ولا ليكسبورطاسيون كما تحبوا نتوما. يعني الناس راهم يحوسوا يديروا اكتفاء ذاتي بدول اخرى اللي عندها مساحات كما الجزائر وحنا المساحات تاع ولايه الصحراء راهي غير مستغله. نبقاو في محور الفلاحه لانه مهم. تكلمت لي نقطه مهمه انه الهند منذ تقريبا 3 أيام أعلن عن وقف التصدير نحو الخارج وهو أول دولة مصدرة للقمح في العالم. ثاني دولة يعني. ونشوف أنه اليوم الفلاحة مهمة جدا، الأمن الغذائي يقف على لما نشوفوا الجزائر راهي تستورد 7 ملايين طن مليون طن سنويا في القمح، وهي ثالث دولة عربية منتج أو مستوردة للقمح. اليوم ما هي السياسة في المنتدى نتاعكم اللي هو الوطنية للتنمية الاقتصادية؟ هل عندكم توجه انه تخليوا الشاب الجزائري المواطن الجزائري يهتم بالفلاحه، المستثمر الجزائري يهتم بالفلاحه، لماذا هذا العزوف؟ لا انا احنا كنت في نقاش يعني في هذا الخمس اشهر يعني خاصه بعد الكوفيد يعني عندنا 5 أشهر 4 أشهر كان استقرار صحي يعني في المجال الصحي من جانب الكوفيد. تحدثنا وين ديزاندوستريال يعني في قطاعات اخرى حبوا يتوجهوا للاستثمار في لاغريكولتور في الفلاحه خاصه يعني في يعني نطلبوا من الدوله باش يعني ميم سو لو بلون تاع ماتيريال ليكيبمون دوك راه حابسين يعني استيراد الالات تاع الفلاحه لازم يكون فيها حل. وكانوا قالوا لنا بلي راه كاين حل يعني باش يجيبوا ماتيريال رونوفي في العتاد الفلاحي. انا نستناو في يعني في التعليمات النهائيه باش القرارات النهائيه باش نعلموا الفلاحين ونعلموا رجال الاعمال اللي ماهوش فلاحين وحبوا يدخلوا لانه مدير شركه في الفلاحه. انا نشوفوا في التجربه الامريكيه كان مؤخرا كنا معاهم في واتسوف جاو يعني رجال اعمال تلقاه يعني مثقف راه مهندس هو رجل اعمال مدير شركه تاع فلاحه وعنده الفلاح اللي هو يلفي له مانجمنت يعني التسيير تاع الشركه والاستراتيجيه تاع الشركه ماهوش لازم يكون يعني فلاح يعني يعرف الصناعه تاع هذه يكون مدير مؤسسه كما اكبر شركات كونسيدرا ناجحه حاليا في ميدان الفلاحه وعد شركات لهم داروا اون فيليير تاع لاكولتور وهم ناجحين ولاكولتور هو المستقبل تاع الجزائر يعني مستقبل كبير في الميدان اللي يمكن ان نكملوا به ليبيا يعني ندعموا به في مجال تصدير ليبيا مالي النيجر موريتانيا وبعد موريتانيا السنغال والدول اللي بعد السنغال. استاذ ولكن اليوم الفلاحه كما قلت هي مهمه، مشكلة تاع الفلاحه الجزائريه هل في التسيير هل في العقليه هل في الالات ولا في المساحات؟ في تغيير المنظومات حسب رايي انا ويعني حسب نقاشي يعني ماهيش مختص في الفلاحه وما مارسش يعني في الشركه تاعي الفلاحه لكن يعني بحكم المنصب اللي فيه تلاقيت مع فلاحين وعدت فلاحين كبار اللي يعني عندهم مساحات كبيره وفلاحين صغار وتربيت مع اهلي يعني من وين عشت يعني تربيت مع اخوه فجيران ومن العائله اللي كانوا يخدموا في الاخر هذا 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 القطاع يعني منذ 50 سنة ما نقولش على 50 سنة لكن غير 20 سنة ولا كانت منظومة متغيرة كل يوم قوانين جديدة كل يوم لوبي جديد كل يوم يعني فيه أقطاب اللي مسيطرة على هذا القطاع. اليوم لازم نفتحوه للجميع لازم نفتحوه للجميع وأنا نقول الاستثمار في الصحراء الجزائرية عندنا اون نابدو تريز امبورتونت اللي راهي تحت الأرض واللي راهي قريبة يعني باش نصدر الفلاحة يقابلها الماء إذا كان كاين الماء نقدروا نديروا جوفية يعني إذا كان عندنا الماء نقدروا نديروا ولا برودكسيون تاع لاغريكولتور. حنا كاين دي غون ريزيرف دو اللي راهم تما الفلاحه المستقبل تاعها في الصحراء بارابور على لي سيرفاس دي غون سيرفاس اللي نقدروا ندير لهم ليكسبلوطاسيون تما ونقدروا نمشيو بهم ماشي غير الاكتفاء الذاتي يعني في المجال الغذائي نقدروا نروحوا بهم ليكسبلوطاسيون ان غون ايشير يعني عندنا لوروب راهي في الكوتي في الجانب الشمال الجزائري وعندنا في الجنوب 7 ولا 8 دول 10 دول يستنى فينا باش نقدموا ونقدروا نمدوا لها.
استاذ ربعي، يعني ربما تكلمنا في جزئيه بل هذه، انه ربما نشجعوا العمل ونحاولوا انه الاسعار تنخفض، المستهلك يفرح، ولكن بالمقابل المنتج لما تمشي هذه الامور بهذه الطريقه، اذا كانت طماطم في اضرار ينتجها هو يخدمها تلحق له ب 5000 ويبيعها ب 4000 ل 3000 في السوق كما يتمناه المواطن، يقول لك انا ما نخدمش، اذا كان نخسر في هذا المنتوج ما نروح لا للطماطم لا للبطاطا. ما رايك في هذا الموضوع؟ والله يعني في هذا الموضوع حبيت نقول حاجه، كنت لقيت مع الوزراء يعني في احد اللقاءات في هذا رمضان اللي فات، قلت له لازمنا لقاء نديروا ان فوروم ولا منتدى ولا ماشي لقاء، نديروا ديزاسيس يعني جلسات ونناقشوا موضوع الشركات اللي غلقت، الوفات الشركات اللي غلقت من بدا الكوفيد حتى الان، ألوفات يعني كان اللي غلقوا على جال الجائحة وما تمكنوش باش يخدموا، كان اللي قوانين اضطروا باش يغلقوا سوتو لي زابورتاتور اللي قوانين يعني كانت محتمة عليهم باش يتخصوا ولا قوانين، هاد الشركات اللي وين راحوا العمال تاعهم، وين راحت المؤسسة، وين راحت الهيكلة تاع المؤسسة اللي خدمت 20 و30 سنة. احنا حماية المؤسسات بعد الكوفيد العالم كامل خدم عليه، كل العالم يعني بعد جائحه الكوفيد راح المؤسسات الصغرى، واللي نعرفوا بلي لو بومون تاع ليكونومي هي المؤسسات الصغرى والمتوسطه، هما اللي يمدوا النفس الاقتصاد في اي دوله. احنا حمايه المؤسسات في الجزائر يعني الدوله خدمت الواجب تاعها، لكن عده شركات غلقت وهذا المشكل هذا يعني كاين ناس لا يتخمم تستثمر في الخارج. انا كاين مؤسسات اللي كان عنده اكثر من 500 عامل يقول لك انا عندي تقريبا عام حبست العمل تاعي وجالس استقبلته وتكلمت معاه، هذه المؤسسه وين راحت؟ لازم المؤسسه هذه لازم الدوله تكفل بها باش تعاود يدير تخصص واحد اخر. مجال البناء راح حابس يعني في يعني بور لي زونتربرونور تاع لي زونتربريز دو باتيمون ولي زوت سيكتور راح حابس لو سيكتور تاعهم، عده الشركات اللي غلقت، عده الشركات اللي متوقفه وعده امور. واش المطلوب باش تعاود ترجع هذه الشركات وهذه المؤسسات؟ لا لازم انعاش اقتصادي، لازم الدوله تضخ يعني احنا نعرفوا بلي البناء اغلب المنشات تاع البناء تاع السكنات يعني منجز مشاريع تاع دوله، يعني كيكون كاين برنامج تنميه دولة يكون يرافقوا مؤسسات اللي تشارك في هذا الامر، وهذه معروفه، وكاين مشاريع صناعيه اللي ترافقها شركات تاع البناء، وهذو هما كيكون كاين تنميه، عجله التنميه يعني كاين انعاش يعني في القطاع الاقتصادي، يكون كاع القطاعات تعمل على مع بعضها. المشكله استاذ يعني ربعي فيه تساؤلات، احنا بالنسبه لنا الاقتصاد يمشي بواحد الطريقه لابد نسالوا عليه. خليني نعطيك مثال فقط، نروحوا مثلا الاسعار التمور في بسكرة في منطقة بسكرة يدير 100,000، نروحوا الأسماك في القل ولاية سكيكدا في بلادهم من يصيدوا يتباع ب 70,000 و 80,000، كيف تقرأ هذه المقاربة؟ يعني شوف أنا كنت لقيت عدة مرات مع وزراء الصيد البحري يعني السابق والحالي، وكنا يعني تلاقينا مع خبراء يعني كانوا معنا أعضاء من القطاع يعني من القطاع من الولايات، اللي حضرنا وناقشنا معهم يعني غلاء تاع أثمان تاع خاصة مادة السردين، يعني السردين يعني كان تاع الزوالي كما نقولوا هنايا، السردين اللي ياكلوا الزوالي يكون يدير 800 دينار 800 دينار و900 دينار، ماهوش ما ولاش تاع الزوالي اسمه ولا تاع واسمو. كي حكينا على هذه يعني الدولة دارت يعني باش نكونوا صراحة نهضروا بالواقع، الدولة لا كري دي كونسيسيون سور مير يعني قطع الاستغلال في الماء، يعني يوصلوا يعطيك دي كيلومتر يعني 10 كيلومتر دي زيكتار بلوتو دي زيكتار ديكسبلوطاسيون سور مير وين تجيب لي غرياج تاعك وتربي فيها الاسماك، هاي غير مستغله في اغلب الاحيان، كاين شويه استغلال في ولايه الشلف، كاين استغلال شويه بومرداس في تيزي وزو، لكن غير مستغله لي كونسيسيون هذو اللي داروهم غير مستغلين. كيفتحوا في كل ولايه اي زون داكتيفيتي بور لا بيش اللي بومرداس يعني مشات فيها، بصح بعض الولايات اللي مازال ما ديمارش فيها واسمو ايزون ثان اي ديزاغريمون دو بيش في موريتانيا في السودان، يعني الوزير شخصيا كان عطانا بلي كاين ديزاغريمون يخصوا يعني اشخاص يعني بريفي مؤسسات بريفي اللي يقدروا يروحوا يدير لا بيش تما ويجي من المنتوج تاعو لهنا، لكن هنا في الجزائر لي باتو تاعنا صغار يعني لي باتو تاعنا صغار بواخر تاعنا صغار. كان في الجزائر يعني تقريبا منذ اسبوع وزير الصيد البحري راهو يعني دشن سفينتين بصح ماشي بالحجم اللي يدخلوا للمحيط مازال موريتانيا وعاودوا يجوا، هذو سيزانفستمون تاع دي غرونز زونتربريز. حنا كنا نحوسوا في هذه الفتره اللي فاتت مده سنه، كنا نحوسوا على مؤسسات في الخارج باسكو ميم يعني الوزير انذاك قال لنا باللي اذا كانت كاينه مؤسسه في الخارج يمكن نعطوها حق الاستغلال وتجيب تبيع لنا البرودوي تاعها هنا، مازال ما لقيناش، مي حنا نحوسوا باش يكون كاين هذا لي
لي دو زاغريمون اللي راهم في السودان وفي موريتانيا نستغلوهم في الفتره اللي راهم يعني كاين استراتيجيه تاع الدوله في هذا المجال. نبقاو مع الاسعار السيد ربعي، غدا الاربعاء سيكون هناك تنصيب للجنه هامه، وهذه اللجنه هي لتقييم وترشيد الدعم برئاسه رئيس الجمهوريه لتنصيب هذه اللجنه. كيف تتوقع منظورك للدعم في الجزائر؟ نو شوف، رئيس الجمهوريه في التصريحات تاعو يعني في تصريحات انا يعني من منذ يعني توليه رئاسه الجمهوريه كان الدعم يعني باللي حاجه انيسيال عنده في البرنامج تاعو وفي اثناء الحمله الانتخابيه تاعو، لا تراجع عن سياسه الدعم الاجتماعي في الجزائر يعني كان واضح. وحنا الامور كما هذو، احنا دوك سياسه الدعم هي في مرحله الكوفيد يعني سلكت لنا فئه من الزوالي مسكين ما كانش عنده، كان ما كانش كاين دعم مع ما خدمش شهرين واربع شهور سوتو يعني لابيو تاع افريل، وين الجزائر كامل حبست اول يعني وين عرفنا الكوفيد الاخرين، الجزائر كامل حبست، ناس المؤسسه تحبست، ناس ما خلصوش يعني لابيو تاعهم ما لحقتهمش، وكان ما كان سياسه الدعم وكان سياسه تاع الدوله، كانوا الناس هذو ما اذا ما ماتوش بالجائحه يموتوا بالجوع. يعني سياسه الدعم احنا ما نخلوها موضوع تاع قرار تاع دوله، احنا نقولوا في راينا بلي كان تروح للشخص المعني احسن من تروح للعامه، هذا يبقى راي تاعنا ولا نتحمل المسؤوليه تاعو. وحنا دائما في النقاشات تاعنا نقولوا بلي هما يمثلوا 11% يعني في من نسبه تاع الميزانيه و17 مليار دولار نسبه الدعم تاع الدوله في واسمو يعني في المالي كامل. يعني يعني ان شيفر تري امبورطون، يعني الدوله تنفيستي في الدعم تاع واسمو مونطون تري زامبورطون، 17 مليار راه مونطون تري زامبورطون. لكن احنا واش نقولوا، احنا عندنا عده قطاعات اللي منقوصه خاصه الرقمنه، يعني اللي هذا الرقمنه اللي متماشيه مع قانون الاستثمار مع الاصلاح الاقتصادي الجزائري. لكن اصلاح اقتصادي بلا رقمنه يعني نبقاو بدائيين وكلاسيكيين وما كاش واسمو، لانه الدعم الاجتماعي كذلك يقوم على الرقمنه لانه مهمه ثانيه، لانه الدعم الاجتماعي اذا ما كاش عندنا بطاقيه وطنيه للاحصاء ما نقدروش نديروا الدعم الاجتماعي. احنا الرقمنه راح نربحوا بها اموال، نصرفوا اموال، سيتي انفستيسمون، نصرفوا اموال حتى الوقت يعني وندخل الوقت ونربحوا اموال. يعني انا نرفد ملف، انا في الشركه تاعي يكون عندي ام مارشيان كايتشارج في واسمو، كيكونوا خارجين يعني يعني الناس اللي يخدموا معنا احنا في المكتب يكونوا خارجين دو بوات دارشيف رايحين بور ان سوميسيون، نبقى نشوف هكذا. كي نخدم مع اين سوسيتي انترناسيونال سير ايميل، كل حاجه سير ايميل، مع الاخر دير له اون كوبي دو فاكتور تحطها له يعطيك لو بايمون تاعك بار شيك ولا فيرمون ولا واش يدير. هذو هما الحاجه اللي نحوسوا عليها، نحوسوا نوصلوا كيما العالم وصل، العالم عنده تجربه في الرقمنه في لافونسمون تاع الشيء هذا، نافونسيو يعني بنفس الصيغه. ونشوفوا كمثال السعوديه، يعني الناس اللي زاروها واللي زرناها السعوديه في الرقمنه كدول عربيه، مانيش حاب نروح الامريكا ويعني الاخطاب اللي راهم سيد ربعي، لانه الوقت انتهى، ممكن في اقل من دقيقه ممكن كلمه اخيره في الاقتصاد في الاستثمار الى غير ذلك. نحن متفائلين خير يعني بقانون الاستثمار 19 في الشهر هذا، يعني يوم الخميس القادم راح يكون على طاوله مجلس الوزراء ان شاء الله، يعني يكون عنده تزكيه ويجوز البرلمان في اقرب الاجل. احنا المستثمرين يعني منتظروا يعني بفارغ الصبر صدور هذا القانون. بالنسبه امام الشركات الاجنبيه يعني منتظروا بفارغ الصبر صدور القانون باش يكون عندهم نظره على يعني شامله على الاستثمار الاجنبي في الجزائر، ويكون عندنا يعني نقدروا نشرحوا للمستثمرين الاجانب اللي عندهم دي غرون كابيتال اللي حابين يدخلوا بهم للجزائر الوضعيه المنظومه الاقتصاديه الجديده اللي راهي. شكرا لك الاستاذ ربعي نصر الدين منير، وانت رئيس المنظمه الوطنيه للتنميه الاقتصاديه. على كل هذه الشروحات نلقاك في فرصة قادمة بحول الله. شكرا أستاذ، وشكر كذلك موصول لكم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لحلقة البلاد اليوم. ألقاكم بخير، سلام.